هي حاليا معدة، انتهت بها الأشغال التحقيقات الدراسة، فمن على يومين ولا ثلاثة يتم نشرها بطبيعة الحال للطعن بالنسبة للمواطنين، ومباشرة بعد إن شاء الله ننطلق في عملية التوزيع. فيها 1400 لما خاتنيش الذاكرة، إمضاء عقود بروتوكولات يعني الاتفاقية هذه، أن تحصلنا على أكثر من 6 مجمعات مدرسية، وكذلك مسجد، إضافة إلى مقر للأمن الحضري، وقاعة متعددة الرياضات، وساحة للعب.